السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تايم سيفنج وفر وقتك. النهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي تعمل موقع مجاني على wix.com، وده طبعا عشان أنت عندك في الفيديو اللي فات سجلنا في موقع sudo.com، وعايز أنت عندك يكون موقع. لو أنت ما عندكش الإمكانية أن أنت تشتري دومين وهوست من أي شركة من شركات الاستضافة وتقدر تشتري دومين، فالنهاردة إن شاء الله هنشرح إزاي تعمل موقع مجاني عشان لما تعمل إعلانات ممولة على الفيسبوك توجه الناس على الموقع wix.com، الموقع اللي انت هتعمله. لو انت مهتم بالموضوع وعايز يكون عندك موقع زي ده تقدر تعمله بشكل مجاني وفي وقت قصير وبدون تعقيدات البروجرامينج، خليك معانا في الفيديو ده. هتشوف الموقع ده على wix.com، رائع جدا، وتقريبا الموقع شبه كامل، مجرد ان انت بتدخل تغير وتحط المنتجات بتاعتك، لكن يفضل ان انت تكتب ان احنا مثلا بنختار افضل المنتجات اللي موجودة في السوق مثلا للاطفال. الموقع ده خاص بالاطفال، ويفضل في موضوع التسويق الالكتروني خصوصا بالعمولة ان انت تختار مجال معين وتسوق فيه عشان الناس تركز فيه، لان انت لو سوقت لاكتر من حاجة في نفس الموقع انت في الحالة دي زيك زي السوق، فمحدش هيجيلك. لكن لو ركزت في نيتش معين زي التيشيرتات مثلا، تيشيرتات الاطفال، الموضوع ده بيبقى مطلوب جدا، وتقدر ان انت تعمل موقع زي ده بشكل سهل جدا زي ما هنشوف في الفيديو مع بعض. خليكم معانا. طيب، لينك الموقع هيكون موجود في الوصف اسفل الفيديو. ده موقع مجاني. طبعا لما هيكون مجاني هيبقى طبعا الموقع بتاعك فيه اسم ويكس، لكن ده مش هيفرق معانا في البداية. انت محتاج ان انت تعمل حاجة بأقل تكلفة وبدون راس مال زي ما قلنا. فهنشوف الموقع، انت بتسجل عليه، بتعمل ساين ان وبتسجل عادي، ممكن تسجل بالفيسبوك او الجوجل اكاونت. انا مسجل قبل كده، فهضغط على لوجن. هيفتح معانا الموقع بالشكل ده لما تسجل لأول مرة. طيب، بتفتح بتضغط على سايت اكشنز دي. طبعا انا عشان عندي موقع قديم فهو مديني قبل كده، فمديني سايت اكشنز، لكن انا هعمل كرييت نيو سايت واضغط على اللي موجوده اخر واحده تحت. بيكتب لك فري ويب سايت، وبعد كده بيقول لك اختار نوع البيزنس اللي انت عايز تعمله او نوع الويب سايت هيبقى عامل ازاي. طيب، في طريقتين ممكن ان انت تختار: اونلاين ستور، واعتقد دي افضل حاجه، او بلوج، ممكن بيزنس لو انت عايز تعمل يعني زي سيره ذاتيه للشركه بتاعتك ودي بصيغة مجانية. بتضغط على اونلاين ستور، دي الافضل. وممكن بيقولك ان انت هتعمل الموقع بنفسك او تخلي ويب ويكس هو اللي يعمله لك. فاعتقد ان احنا خلينا نختار choose a template، يعني نعمل الموقع بنفسنا، وهيكون في مجموعة من الادوات اللي نقدر نختار منها. هتلاقوا مجموعة كبيرة من الثيمات، لو حد اشتغل على الورد بريس قبل كده هي زي الثيم في الورد بريس، يعني ستايل الموقع او الشكل بتاع الموقع بيبقى عامل ازاي. تقدر تعمل فيو على اي موقع من المواقع دي، بتنزل لك كاملة زي ما هي زي ما احنا شايفين. بيظهر لك الموقع بالشكل الرائع اللي احنا شايفينه ده. تعالوا نرجع تاني نشوف موقع تاني. لو احنا حابين نسوق حاجات للأطفال، طبعا على اللينكات اللي موجودة هنا ممكن تحطها داخلة رايحة على sudo.com مباشرة زي شوب ناو اللي فاتت دي. شوب ناو لو حد ضغط عليها تحط اللينك بتاعها رايحة على sudo.com، وبالتالي هيبقى سهل جدا ان انت تقدر توصل الناس lsudo.com، وممكن توديهم على الجزء الخاص بالاطفال في sudo.com. يعني لما ندخل هنا على سوق تضغط على الطفل،
وتاخد اللينك ده وتروح بيه على هناك، وطبعا تعدل لو انت عايز دلوقتي تقول edit this site، يعني عدل لي الموقع ده. خلاص انت كده هنقول ان احنا هنعتبر ان الموقع ده عجبنا، فتح معنا الموقع. طيب احنا مش هنشرح طبعا الواجهة بالكامل، اللي هنحتاج ان احنا نستخدمه هنشرح التفاصيل بتاعته ونقدر نشتغل عليه ازاي. تقدر تضيف منتجات من هنا لو عايز تقول add products، طبعا دي القائمة انت تقدر تحركها زي ما انت عايز، تطلعها فوق تنزلها تحت زي ما انت حابب. عايز تغير happy kids، انا شايفها اسم كويس، ممكن نسيبها. طبعا صفحات البيجز موجودة هنا، بتقدر ان انت تتحكم في الصفحات، يعني تدخل تروح لصفحة صفحة من هنا، ودي مثلا our story، لو في حاجة معينة بتكتبها عن الشركة بتاعتك او اللي انت بتعمله، طبعا بتدخل تغير الكلام ده، تكتب كلام خاص بيك او خاص بان انت بتعمل لنفسك ستور اونلاين، ده اول بيزنس تعمله وبنعمله بموقع مجاني، فالطريقة سهلة. يعني انت لو بتعرف تشتغل على الوورد ده زيه زي الوورد بالظبط، بتدخل تعدل بعض الحاجات البسيطة وبتشتغل عادي خالص. خلينا نعدل الصفحة الرئيسية، لو الصورة دي انت عايز تغيرها بتكتب manage سلايدز من هنا وتبدأ تغير في السلايدز. لو انت عايز تغير هنا دي قبل دي مثلا او دي بعد دي براحتك، دوبليكيت سلايدز، تحط دي الاول تحط دي الاخر، استخدامه بسيط وسهل. هنا تشينج سلايد باك جراوند، يعني عايز تغير الخلفية بتاعت السلايدز، لو انت عايز تغير حاجة من دول تقدر تغيرها. اتوقع ان هي مش محتاجة انها تتغير، هي كده كويسة. وفي اي وقت انت محتاج تشوف الموقع عامل ازاي بتقدر تضغط على preview من هنا، تقدر تشوفه لما بيفتح، شكله رائع جدا وتحس ان هو احترافي، مع اننا لسه ما عملناش حاجة. طبعا انت بتدخل تعدل الصور دي واحدة واحدة، back to editor، ترجع تاني تقدر تغير اي صورة من الصور دي. طبعا بتدخل على سوق.com، تبدأ تاخد الصور اللي انت عايزها من هنا، تبدأ تشوف المنتجات، طبعا اي تكست موجود هنا تقدر تتحكم فيه بمجرد ما بتضغط عليه، تقدر تكبره تصغر تغير لون الخط تخليه بظل. ونزلت تحت شوب كولكشن، هيجيب لك المجموعة اللي احنا شايفينها كده. بتدخل انت تغير صورة صورة من الحاجات دي، طبعا بنغيرها ازاي هنشوفها دلوقتي مع بعض. بتضغط على manage products، هتظهر لك قائمة البرودكتس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بتضغط عليهم واحدة واحدة. طيب هي بالشكل ده، تقدر تضيف انت image هنا، upload image، تقدر تاخد free from wix.com، هتلاقي صور كتيرة جدا موجودة هنا تقدر تختار منها. طب مش لاقي، بتقدر تختار هنا kids، هتلاقي مجموعة كبيرة من الصور تقدر تختار منها الصورة اللي انت عايزها. طيب مش عارفين دلوقتي عايزين نضيف، احنا دلوقتي عايزين نضيف images، لو دخلنا على سوق عجبنا الصورة دي بنقدر نعمل save image as، نقطة مهمة جدا عشان يبقى في استفادة من الصورة في نتائج البحث، بتغير اسم الصورة
تكتب مثلا تي شيرت، تكتب اي حاجة يعني بتدل على الحاجة اللي انت بتحفظها. نرجع تاني للموقع، طبعا ده مش عايزينه دلوقتي، ونعمل upload images. ونختار الصورتين دول كده، بعدين نقول done. نعلم على الصورتين دول، ما ينفعش تعلم على الاثنين او تعلم على الصورت، تعلم على الصورتين دول مع بعض وتقول add page. في الحالة دي المنتج نزل اهو، ممكن تخلي ده الاساسي. سهل الموضوع، التعامل معاه سهل جدا، بس محتاج ان انت تحاول بنفسك. هنا بتقدر تتحكم في الكتابة عن المنتج، تقدر تحط السعر، تمام، اسمه مثلا تي شيرت مثلا ولا حاجة. بعد كده تعمل سيف، بقى ظاهر معانا في المنتجات بتاعتنا. لو جينا نعمل بيج بريفيو، ظهر معانا المنتج زي ما احنا شايفين كده، تي شيرت، ومكتوب هنا السعر. وهنا الميزة ان انت عندك متجر يعني رائع جدا، بتتحكم في الاسعار زي ما انت عايز. هنا في المؤشر بتاع الاسعار، يعني تحس ان انت عندك ستور فعلا، عملته في اقل من 10 دقايق، ربع ساعة. الموضوع سهل جدا وبسيط. عملنا سيف، نرجع تاني. دلوقتي لو انا عايز اعمل سيف يعني هسيفه واعمل ماي سايت، لان نخليه هنا مثلا ستور، هو حاطط لك الاكونت بتاعك. تقدر تعمل ايديت، تكتب ستور مثلا، او باك تو اديتور. نرجع تاني على الهوم. انا شايف الصفحة الرئيسية شكلها كويس جدا وملفتة للنظر، بس انت محتاج ممكن تعمل لوجو او تحط حاجة هنا خاصة بيك، وبعد كده تبدأ تنظم صفحاتك. طبعا النقطة المهمة كمان، انت ممكن تقدر تشوف الموقع على الموبايل. لو ضغطت هنا على الموبايل فيظهر لك الموقع بتاعك على الموبايل شكله عامل ازاي. New Arrivals، طبعا انت اول منتج حطيته بدأ يظهر عندك اهو، وظهر على الموبايل بشكل ظريف وكويس. الكونتاكتس، ممكن تحط الكونتاكتس بتاعتك، وتحط بقى الفيسبوك والاكاونتات بتاعتك انت الخاصة بيك. وطبعا يفضل ان الموقع يكون يعني حاطط بوضوح ان احنا بنعمل افلييت، يعني الموقع ما بيبيعش، عشان الناس تطمن للموقع وتعمل ريفيو فعلا صادق عن المنتجات، يعني تحط مميزاتها وعيوبها. يعني الفيديو طبعا مش شارح كل تفاصيل الويكس، لان احنا مش بنشرح ازاي تعمل موقع بالكامل. ان شاء الله باذن الله هيبقى في فيديو تاني بيشرح بالتفصيل، لما اجي اعمل موقع خاص بي انا هسجله ان شاء الله وهرفعه. لكن حبيت اوصل لكم ان الموضوع مش صعب، انت تقدر بسهولة ان انت تقدر تعمل موقع. لو شفت فيديو او فيديوهين عن الموضوع بالتفصيل هتقدر تعمل موقع خاص بيك، والموضوع مش هياخد منك اكتر من ساعتين، ويكون عندك موقع تقدر تحط عليه منتجات سوق. حاجة اخيرة، عشان دي حاجة مهمة انا نسيتها. انت دلوقتي لو انت على الموقع بتاعك على بيجز وشوب كوليكشن، في عندك الكوليكشن ده انت حطيت التيشيرت، المفروض ان انت عايز لما حد يضغط عليه يروح على اللينك اللي احنا جايبينه من هنا، تمام. مجازا احنا
هنضغط عليه، لكن المفروض انت بتكون جايب من الاكاونت بتاع السوق بتاعك بتاع الافلييت، جايب اللينك بتاع المنتج ده. طب نجيبه ازاي؟ هنعتبر ان احنا خلاص مش عارفين، لكن الطبيعي ان انت المفروض تكون شفت الفيديو اللي فات وعرفت تدخل ازاي. بنضغط على المنتج وبعدين نضغط على المزيد من المعلومات. انت كده جبت الصفحة بتاعت المنتج، بعد كده تروح هنا في البرودكت لينكس، تروح على لينك بيلدر تحطه هنا، تقول كرييت، بيديك اللينك هنا تقدر تاخده زي ما قلنا بتعمله في الجوجل شورتنر، تعمل له بيست هنا وبعدين شورتن، بقى لينك صغير زي ما احنا شايفين كده مش طويل قوي. تضغط على مانج وانت جوه البرودكتس، مانج ستور، تضغط على تي شيرت اللي احنا لسه حاطينه من شوية، طبعا بتكتب بقى كلام بالعربي وبعد كده تحط اللينك بتاعه، او ممكن تعمل حاجة هنا purchase تحطها كده وتحط اللينك هنا، يعني انت بتقول والله اشتري من اللينك ده، حط اوكي واقول اوكي، فدي هتظهر باللون الازرق معناها انها لينك. ممكن نشيل ده، فلما نعمل سيف وبعدين نعمل بريفيو للصفحة، طبعا ظهر لنا كده، بنضغط عليه بنلاقي ان هو بالشكل ده، وتقدر تعمل purchase من هنا، ونكتب مثلا purchase from سوق او تشتري للشراء من سوق، تضغط على هنا على كلمة purchase بيوصلك هنا على سوق، وبالتالي انت كل لينكاتك اللي موجودة تعملها بالشكل ده، وممكن كمان تعدل add to cart اشوفها back to editor، اعتقد add to cart تعدلها ان انت لما تضغط عليها برضو تروح على سوق، مع المحاولة والممارسة هتقدر ان انت تظبط الموقع بشكل كويس. وزي ما قلنا هنعمل ان شاء الله حاجة بالتفصيل لما اكون انا ببني، لكن انا حبيت اوريكو الموضوع بيتعمل ازاي، وسهل بشكل يعني رائع جدا. موقع ويكس من المواقع البسيطة والسهلة، وتحس ان انت بتتعامل مع موقع انت بتشكله براحتك، بتغير اي حاجة في اي مكان براحتك زي ما انت عايز. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم، ولو دي اول مرة تشوفوا فيديو من قناة تايم سيفينج ياريت تعملوا سبسكرايب عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد مع تايم سيفينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.